وصل إلى البلاد اليوم علي السيد علي الصادق وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق في زيارة لمملكة البحرين تستغرق يومين. كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد عبد الرحمن علي عبد الرحمن القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.